هل لرشاد علاقة بالمخابرات الأجنبية؟ ليست رشاد حركة عميلة لتتعامل مع أجهزة مخابرات أجنبية ضد مصالح الجزائر، فهي تنخرط باعتزاز في التاريخ الطويل لحركة المقاومة الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الاستقلال الوطني وتحرير الإنسان الجزائري وتكريس السيادة الوطنية. إن العصابة الحاكمة هي التي جعلت الجزائر مرتعاً لمختلف أجهزة الاستخبارات الأجنبية بتواطئها مع داعميها من القوى العالمية والإقليمية وتسييسها لجهاز المخابرات الجزائري وحرفه عن مهمته الأساسية المتمثلة في التصدي للاختراقات الخارجية للأمن الوطني ليصبح أداة للتحكم في الدولة والمجتمع وقمع المعارضة.